يا عالم، هل المجاملة والمحاباة والتطبيل بيفيد في مثل هاي الحالات؟ ولا ذكر الحقيقة ولو كانت مرة بس لازم تسمعها؟ بالعكس اسمعها مني ولا تسمعها من غيري، أنا بحكي بحرقة لا شماتة، بس بعطيك الصح. سلام عليكم، شو الجنون اللي بنشوفه هاي الأيام في الدوريات الخمس الكبرى يا جماعة وفي دوري أبطال أوروبا؟ مش طبيعي الوضع تعدى مرحلة المتعة؟ قال أسلافنا في الزمانات إنه شهر 4 شهر نيسان أبريل هو أقوى شهر في الموسم الكروي، طبعاً هاي من كيسي. أضف إلى ذلك إنه هو الشهر اللي انولد فيه محمد عدنان. نعم رسمياً يوم 21/4 كمل 31 سنة من العطاء. لا جد يا جماعة أرجوكم حاولوا توازنوا في الشهر الفضيل ما بين العبادات والشاشات، والله متعة منقطعة النظير. رمضان بأجواء الجميلة وكرة القدم تتجبر بعنفوانها اللامتناهي. اليوم رح نحكي كتير أشياء عن الدوريات الكبرى، حتاخد ملخص جميل ولطيف وتسلخنا اللايك العنيف عشان نضرب 300,000 لايك. ووصلني عدة أخبار من الجبل الأسود. أولها إنك جبار ومشترك في القناة ومفعل جرس التنبيهات على كل إشارات لتوصلك المقاطع لعندك. بس كذلك الخبر بيقول انه في عندك اصدقاء اجسامهم صغيرة جدا وضئيلة ومنكمشة وروسهم غارقة جوا رقابهم ومش مشتركين، انت شو دورك؟ تسحبهم من راسهم وتخليهم يشتركوا حتى لا يفوتهم هذا المحتوى اللي فعلا بنتعب في اعداده وتقديمه لكم بافضل صورة، خاصة انه التحدي تبعنا انه نضرب 3 مليون مشترك قبل نهاية السنة الميلادية 2021. هي صعبة على قناة كرة قدم بس احنا حنعملها. واما الخبر الثاني فهو قال انه لازم تتابعني في حساباتي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لتشوف تغطيتي لدوري ابطال اوروبا والدوري الكبرى، وتسمعوا آخر أخبار برنامجي الجديد اللي أطلقته في رمضان ومكسر الدنيا، برنامج تحدي المعلومات. اوعى تحكي لي ما شفته، ترى رسميا هو اقوى محتوى اعلامي عربي في رمضان، ردوها علي ان استطعتم. قبل ما انسى يا جماعه، عظم الله اجركم اخواننا وحبايبنا في العراق الحبيب الجريح على مصابكم الجلل في فاجعه حريق مستشفى ابن الخطيب. للاسف كوارث ما بنشوفها الا في دولنا العربيه، الناس بتروح على المستشفيات تتعالج وتشوف فسحه الامل فيعودوا شهداء لاحضان ذويهم. الله يرحم الشهداء ويربط على قلوب اهاليهم ويشفي الجرحى والمصابين. اما الان فاربط حزامك وهات القطايف واطفي الضوء، تعال استمتع معي في حلقة نارية. انطلقنا. الأسطورة الويلزية رايان جيجز، مين ما بيعرفه؟ مين ما بيعرفه؟ أسطورة المان يونايتد الخالدة ومدرب منتخب ويلز، رسميا تمت إقالته من منصبه وإحنا على أبواب اليورو. ليش؟ جيجز الأسطورة اعتدى على سيدتين بالضرب في نهاية السنة الماضية وصدر في حقه حكم التوقيف، فصار فضيحة على المنتخب الويلزي إنه يكمل في مهمته فأقالوه. ترى جيجز له قصة قبل 10 سنين تقريبا فضيحة مجلجل هزت إنجلترا كلها، أكيد البرنامج أنظف من إني أذكرها. فسكيب، هات اللي بعده. جماهير الأرسنال تحتج حاقد على ملاك النادي حقد الكلاب السود في الليلة الحمراء. الجماعة بدهمش السوبر ليج؟ طيب خلاص اهدوا، الأرسنال انسحب مثل باقي الفرق الإنجليزية الست الكبار كلهم انسحاب. طبعا هذا الانسحاب كان غصب عنهم ورجلهم فوق راسهم، وهذا اللي برأيي مخلي الجماهير تحقد وتكره، إنه القرار ما إجا طوعي بل بعد تدخل حكومي بين قوسين تهديد. فالجماهير شافت إنه ملاكها فيهم من الجشع والطمع الشيء الكثير، وهون أنا بثمن موقف الجماهير بغض النظر عن رأيي بالقضية. حلو إنه كرة القدم لليوم بيحكمها الجماهير وهم العنصر الأقوى في اللعبة، عكس أمريكا اللي بتحكمها المادة على سبيل المثال. وأصلاً أحد أسباب حقد الإنجليز على فكرة السوبر ليج إنها فكرة أمريكية بحتة. طبعاً التقارير الصحفية بتقول أسباب كثيرة دعت الأندية الإنجليزية للانسحاب، مجرد تحليلات وتأويلات قد تصح وقد تخطئ. ولكن برأيي الشخصي الأسباب الثلاث الأهم هي: 1 ضغط الحكومة البريطانية، 2 الخوف من الجماهير الرافضة، و3 لأنها فكرة أمريكية. بس الحلو إنه هاي الأزمة طيرت روس كبيرة سواء في إنجلترا أو في إيطاليا. إسبانيا ما زالت متعنتة، ريال مدريد وبرشلونة ما زالوا صامدين ولسان حالهم يقول ورب الكعب لنعملها ونشارك فيها. ممكن نأجلها ولكنها فكرة لن تموت وسترى النور قريبا. المصيبة إنه فلورنتينو بيريز طلع يهدد الأندية المنسحبة: تعال يا حبيبي تعال، أنت موقع معنا عقد قيمته 150 مليون دولار في حال قررت الانسحاب وفسخ العقد، تعال ادفع، تعال تعال ادفع وأنت مبسوط وبلاش شوشرة ومشاكل ونشر غسيل. أوب أوب أوب، أكشن رسمي، في طوش حتصير. أنا وأنتوا أكيد شفنا تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ورئيس مجلس إدارة بطولة دوري السوبر الأوروبي. قبل ما أعلق على تصريحاته بدي أقول لكم موقف صار بيني وبينه قبل سنة تقريبا. السنة الماضية أنا كنت في ضيافة لليغا وكنا نازلين في فندق في إشبيليا، وكان نازل معنا فريق ريال مدريد في نفس الفندق، أعطوهم أعلى طابقين في الفندق بس إلهم عشان ما حدا يشوفهم ويزعجهم. المهم صباحية مباراة بيتيس وريال مدريد يوم 8/3/2020، أنا طالع لسه من باب الفندق بتمشى في أمان الله، ولا بلاقي قدامي شخص نزل من ليموزين على رجليه قدام باب الفندق. ركزت واللي هو رسميا فلورنتينو بيريز.
مركز، لا حرس ولا شيء لحاله، الزلم بيمشي. دخل لوب الفندق، استثمرت الفرصة وأخذت معه هاي الصورة، وباركت له بيوم ميلادها اللي كان يصادف نفس اليوم، ودردشت معه على الخفيف عن المباراة وأخذت توقعاته. طبعا نحسته هداك اليوم وخسر الريال من بيتيس. بس تخيل أنت شخص بمقام بيريز، عمره 74 سنة، رجل أعمال معروف ويمتلك شركته الخاصة، وهو مهندس مدني بالمناسبة، يعني زي مهندس، وعنده شركة إنشاءات جبارة اسمها ACS. هذا الرجل لا يتوقف، بيقول لك يوميا صباحا في مكتبه بالشركة ومساء في مكتبه في النادي، رجل عملي بحت ومثال يحتذى به في مجاله. الشاهد انه كلنا سمعنا تصريحاته. برأيي الشخصي الرجل حكى كلام كتير حلو، وكان واضح من كلامه الثقة العالية بالكلام اللي بيقوله، بس لفت انتباهي انه ضل يكرر جملتين كل ما سألوه عن دوافع استحداث بطولة دوري السوبر الاوروبي. اولها العائد المادي، انه احنا متضررين جدا بسبب الاتحاد الاوروبي النصاب وبسبب الكورونا اللي عصفت فينا، والسبب الثاني حتى نرتقي بكرة القدم ونخليها ملك الجميع. ضليت استنى يحكي طيب كيف بده يرتقي بعالم كرة القدم، فما وجدت. يعني يا بريز اعطيني حلول عملية ومحسوسة، اعطيني افكار، ابعدني عن الفلوس، فانا كمشجع ومتابع لكرة القدم ما بتعنيني الفلوس، الفلوس في جيب الاندية والاتحادات، اعطيني الثانية، الارتقاء بعالم الجلد المدور. بحثت وبحثت ولم اجد، شعارات رنانة وحلوة ولكن عمليا ما عرفت كيف بدك تساعد الفرق الصغيرة ماديا، وكيف يا بريز راح تنشر كرة القدم عالميا. نعم حتقدم متعة مشاهدة من خلال مباريات عملاقة مخيفة بين جهابذة وعمالقة القارة، بس كرة القدم للجميع مش بس للفرق الكبيرة، كيف حتخدمهم؟ أنا ما عرفت. الأكيد إنه الأكشن راح يستمر في الشهور القادمة، والآن العلاقة صارت متوتر جدا ما بين الاتحاد الأوروبي ورؤساء الأندية الكبيرة. الشيء اللي أنا متأكد منه 100% إنه الأندية الكبيرة خسرت وربحت في هاي المعركة، خسرت بالرأي العام المناهض وما قدروا ينفذوا الفكرة، ولكن ربحوا من الناحية المادية. الآن الاتحاد الأوروبي أكيد راح يدلعهم ويشتري ولائهم بالمال، فهم استطاعوا إنهم يسلطوا الضوء على قضية خسارتهم المادية وخلوها السبب الأبرز للانفصال. أكيد الاتحاد الأوروبي راح يراعي هذا الشيء من الآن فصاعدا، هيك الحكمة بتقول، والحكمة ضالة المؤمن. أنا أتوقع أنه لازم يجلسوا على طاولة النقاش، هذا إذا أصلا ما جلسوا حتى الآن. طيب الدوري الهولندي انحسم، إيش دخل يا محمد تتكلم عن الدوري الهولندي؟ يا جماعة وين المشكلة، نحكي في كل شيء بخصوص كرة القدم. آخ لو لحقتوا على الدوري الهولندي قبل 15 و20 و30 سنة. نعم من 15 سنة انطفت شمعته، ولكن قبلها كان متابع بقوة. اليوم الدوري الهولندي هو مصدر للمواهب لعمالقة القارة، ولكنه في الفترة اللي ذكرتها كان يستقطب نجوم أكثر مما يصدر. على كل حال ألف ألف مبروك لأياكس أمستردام تتويجه بلقب الدوري الهولندي. إيش في محمد لسه ضايل 4 جولات؟ أوكي صح، بس يلا سجلوا عندكم، أياكس أمستردام راح يتوج بالدوري الهولندي الأسبوع الجاي. هات اللي بعده، الدوري الفرنسي نار يا ناس، حطوا لهم الترتيب يا شباب، شباب حطوا لهم الترتيب بالله عليك. إيش رعب الفضاء المتنزل هذا، إيش فارق النقطة الواحدة بس بين الأول والثاني والثالث ومن الرابع عنهم ببعيد. على فكرة يا جماعة الدوريات الكبرى هذا الموسم أحلى بكثير من الموسم الماضي، تنافس رهيب على أشده في أغلب الدوريات، وحتى لو انحسم اللقب في بعض الدوريات فالصراع مستمر على البطاقات المؤهلة لدوري الأبطال. شوف مثلا في فرنسا، إيش هذا التنافس الرباعي المخيف اللي بينافس الدوري الإسباني على لقب أقوى تنافس هذا الموسم بين الدوريات الخمس الكبرى. أعيد الجملة مرة ثانية شكلكم ما فهمتوها، بقول إيش هذا التنافس الرباعي المخيف اللي بينافس الدوري الإسباني على لقب أقوى تنافس هذا الموسم بين الدوريات الخمس الكبرى. اللقب بين ليل وباريس وموناكو وليون، عمالقة من الآخر، وباقي 4 جولات، يعني كل الاحتمالات واردة. طيب في إيطاليا في مصيبة قاعدة بتصير في الدوري الإيطالي يا ناس، يا جماعة اليوفي مش بس خسر لقب الدوري بعد 9 سنوات من التتويج، لا اليوفي يمكن ما نشوفهم بدوري الأبطال الموسم الجاي. أداء ضعيف جدا وهزيل واستسلام لخسارة اللقب قد تؤدي لما هو أكبر. المصيبة إنه اليوفي فقد شخصية البطل. أوكي ممكن تفقد اللقب بس ما تخسر شخصية البطل اللي بتخلي الخصوم يهابوك يحسبوا لك 1000 حساب. الآن اليوفي ما عاد مخيف، أي فريق ممكن يسبب له مشاكل. مصيبة تانية لو حصلت انه الميلان هو الاخر في احتمالية انه اذا ما شد حيله انه يخسر التواجد بالابطال الموسم القادم. الميلان اللي قدم بداية موسم استثنائية، معقول ما يتأهل لدوري الابطال؟ شفتوا اهمية انه يكون عند فريقك نفس طويل لاكمال موسم طويل مكون من 38 جولة. السكواد عنصر مهم جدا، ويفتقد الميلان للاسف في كثير من المراكز. اللي حاصل في ايطاليا الان انه في حرب على المركز الثاني بين 4 اندية، اتلانتا والميلان واليوفي ونابولي، 3 منهم حيتأهل للابطال وواحد حيودع رسميا للدوري الاوروبي. الفوارق بينهم بسيطة جدا، حتى الآن نابولي هو الخامس بس ضايل 5 جولات، هل تضمن ما سيجري فيها؟ كلهم بيؤذوا بعض لما يلعبوا ضد بعض، هذا اللي أنا شايفه، الكل بيتعثر، حتى الإنتر بطل الدوري تشعر إنه خارت قواها مع نهاية الموسم، تعادلين في آخر 3 مباريات، كأني قلت بطل الدوري، ليش هل عندك شك؟ الإنتر سيتوج بلقب الدوري بعد نهاية الجولة 35 ضد سامبدوريا، سجلوها على يوم 9/5/2021، الإنتر بطلا لإيطاليا لأول مرة من 11 سنة، ممكن يعملها الجولة الجاية رقم 34 ضد
ضد كروتوني يوم السبت إذا تعثر المنافسين. يعني خليكم مستعدين. في إنجلترا شفنا السيتي بالأمس وتوج بكأس الرابطة على حساب توتنهام، ضعيف جدا. بحس إنه توتنهام من حق كتير أقسو عليه بحكم إنه النادي اللي أنا بشجعه في إنجلترا. طيب أنا بس كان ضايل في حلقاتي إنه أحلف بالله العظيم رب العرش العظيم إنه السيتي سيتوج بالكأس. كل ما أجيب سيرة هالمباراة بقول المباراة المحسومة سلفا وألف مبروك على السيتي التتويج، وصار. إحنا توتنهام فريق جسمه كتير صغير، هجوم قوي جدا ورقميا هو الأفضل في إنجلترا، بس خط الوسط جدا ضعيف في توتنهام في البناء الهجومي، عادة عن المصيبة الأكبر اللي اسمها خط الدفاع. ما أسهل اختراق وضرب دفاعات توتنهام. أي فريق منظم هجوميا يسبب لهم قلق قاتل. الله يعين لوريس شو بده ينقذ لينقذ. المعادلة بسيطة جدا، توتنهام فريق لا يجيد تحقيق الألقاب. شوف كايل ووكر على سبيل المثال اختصرها عليه، 8 سنين في توتنهام ما شم ريحة لقب، انتقل لفريق بيعرف يجيب راس البطولة اسمه مانشستر سيتي، فجاب 8 بطولات في 3 سنوات. هاي هي كرة القدم من الآخر، وارجيني السي في ايش في ألقاب فردية وجماعية. عشان هيك تتوقعوا انه هاري كين يضل مع توتنهام الموسم الجاي؟ ما بعرف شو رأيكم انتو. عارف الآن انه جمهور السبيرز راح يزعلوا مني كتير، وعلى تويتر راح يمنشنوني ومحمد مشجع مزور لتوتنهام ومن هالكلام. يا عالم، هل المجاملة والمحاباة والتطبيل بيفيد في مثل هاي الحالات؟ ولا ذكر الحقيقة ولو كانت مرة؟ بس لازم تسمعها، بالعكس اسمعها مني ولا تسمعها من غيري. انا بحكي بحرقة لا شماتة، بس بعطيك الصح. مورينيو قصر كثير في مهمته وما كان رجل المرحلة، نعم، بس كذلك الفريق فيه مصايب كثيرة مش بس مورينيو. الآن اعطوني الدوري الإسباني، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة الصراع الأشرس في أوروبا هذا الموسم من دون منازع. هذا الأسبوع عريسه كان برشلونة، أتلتيكو تعثر بالخسارة من بلباو، والريال تعثر بالتعادل مع بيتيس. أما برشلونة فهو حتى الآن في المركز الثالث رقميا، ولكن حسابيا لو فاز يوم الخميس على غرناطة بيتصدر الدوري فعليا، وبيكون كل الفرق لعبوا 33 مباراة وبرشلونة على رأس هرم الدوري الإسباني. تخيل السيناريو، أنتو الريال فاز بالكلاسيكو وبعدها أكل تعثرين وخسر 4 نقاط من تعادلين مع ختافي وبيتيس، وأتلتيكو خسر 3 نقاط. أما برشلونة فانتفض وما ترك نقطة إلا وجابها. تذكروا لما حكيت لكم في حلقة عن المواجهات الصعبة المتبقية لثلاثي المقدمة؟ هاي هي الآن تظهر بشكل واضح وجلي. سريعا، في لقاء برشلونة وفياريال لفت انتباهي لاعبين، غريزمان وديونج. ديونج الآن يقضي أفضل فتراته مع البلوغرانا، الزلمة صار يعطيك حلول كثيرة، بس الأهم من ذلك تشعر إنه كثير بحب فريقه. لقطاته في الملعب وبرا الملعب ووقت توقف الكرة واحتفالاته بتحسه كثير عاشق للكيان. أما فنيا فالرجل يقدم مع كومان شيء ملفت للانتباه. في هذا الموسم فقط شفناه قلب دفاع، وشفناه ارتكاز، وشفناه محور بوكس تو بوكس، والآن في مباراة امبارح بتشوفه بيلعب مباشرة تحت ميسي وغريزمان، وفي أحيان كثيرة كان يكون أمامهم. وصلنا نشوف ديونج بيدخل المنطقة وبيسجل بالراس وبالقدم وبيصنع الأهداف، فعلا ديونج رائع هاي الفترة. أما غريزمان فعرفتوا يا جماهير برشلونة قيمة هذا اللاعب الآن؟ أنتوا عندكم جوهرة في الخط الأمامي تتحامل على نفسها ولا تلعب في مركزها، ومع ذلك شوف مستوى والإضافة اللي بيقدمها، انسجام رهيب بين ميسي وغريزمان في خط المقدمة. أضف إلى ذلك إبداع كومان في خطة 3-5-2، فعلا الرجل جابها. هاي هي الخطة الأنسب لبرشلونة قياسا على نوعية اللاعبين المتوافرة. برجع بقول الدوري سيحسم يوم 9-5، برشلونة أتلتيكو مدريد وريال مدريد إشبيليا. يا الله شو هاي الليلة، أنتم متخيلين إشبيليا له حظوظ كبيرة للفوز بالدوري لو أطاح بريال في هاي المباراة، والأتلتي اللي سيطر على الدوري طول الموسم ممكن ينهي في المركز الرابع. شفت ليش هذا الموسم أحلى من الموسم الماضي؟ كان بودي أتكلم عن الدوري الألماني والإنجليزي خاصة إنه في تشابه كبير بينهم من ناحية الصراع، بس فيش وقت حاليا نحكي عنهم، إن شاء الله في الأسبوع الجاي. حلقات العقاب عندي ترى مش ناسيهم. احكوا لي في خط التعليقات مين هو بطل الدوري الفرنسي ومين هو بطل الدوري الإسباني. بس ليش؟ أكيد أحلى التعليقات رح تأخذ مني شخصيا لايك وقلب، لأني بعشق قراءة تعليقاتكم. حساباتي الشخصية هي لغة التواصل المباشرة بيني وبينكم، وتعالوا نحضر مع بعض سهرات دوري الأبطال. لايك للمقطع الجبار، بدنا 300 ألف لايك، واشترك في القناة واحضر الحلقات السابقة. أراكم على خير، سلام عليكم.